دائما مساء الخيرات وريالات، نحن معكم بكلنا نفوز الليله على شاشه ام بي سي 1 وام بي سي العراق. تحياتنا لكل مين عم يشوفنا بكل القنوات. طبعا قبل الفاصل كنا نحن عندنا 1 2 3 4 5 مفرزين وسبعه باقيين، لكن احنا كنا بخمس اسئله، كل شيء بعد اس ام اس حيدخل معنا، بس لازم يجاوب على السؤال وممكن يربح بالعيد 100,000 ريال وحتدخلوا على سحب ال 500,000 دولار. بعد شو نساوي اكثر من هيك؟ يلا حالنا بيجي هلا على السؤال رقم 6. انا رقم السعد بالنسبه لي 6 لاني انا ولدت يوم 6/6 عام 1963. كم دقيقه يبلغ طول الشوط الاضافي الاول في كره القدم الواحد، يعني الاول ولا الثاني؟ 15 دقيقه، 20 دقيقه، ولا 10 دقائق؟ الجواب سهل جدا سهل جدا. قديش طول الشوط؟ 15 20 ولا 10؟ جمال جاوب، كله جاوب، والجواب طبعا هو ربع ساعة 15 دقيقة. حدا جاوب غلط؟ كل جاوب صح. أيوة أيوة أيوة، كل ما جاوب صح بياخذوا فلوس كاش إن فلوس. السؤال رقم 7. ها ها، أي بلد في أمريكا الجنوبية اسمه مأخوذ من خط الاستواء؟ إكوادور، بوليفيا، ولا الباراغواي؟ 10 ثواني بلشوا. أي بلد في أمريكا الجنوبية اسمه مأخوذ من خط الاستواء؟ إكوادور، بوليفيا، ولا الباراغواي؟ الناس عم تفكر. محمد ما جاوب، جمال ما جاوب، مين في بعد ما جاوب؟ محمد جاوب وجمال ما جاوب. جمال طولت لأنك يا جمال، جمال من الإمارات طول قاعد يفكر. الجواب الصحيح هو لا، خط الاستواء اسمه إكويتر، فإكوادور طلعت بالإسبانيولي. فمنشوف مين جاوب صح. محمد، محمد من الكويت غلط، وجمال من الإمارات غلط، وضلينا على زكي وعبد العزيز ومنصور ومشاري ومحمد. يلا جايين على السؤال الثامن. يلا سؤال رقم 8. أي نبات يعتبر الأسرع من حيث النمو؟ الهليون، الهندباء، ولا الخيزران؟ سؤال شكو عيني، هذا سؤال من أسئلة ويعقو، هذا اللي ما يرحم. أي سؤال يعتبر الأسرع في النمو؟ هليون، هندباء، ولا خيزران؟ الجواب هو الخيزران. هو ها، مشاري عم بقول أخ، منصور عم بقول أوكي، عبد العزيز، بس محمد اللي فات بالحيط. لكن يا زكي تحياتي استاذ مصطفى، لازم اطلع لك جائزه خاصه على طريقه الاحتفال بعد كل جواب. ارجيني، ما نطرتونا من الحلقه الماضيه يا استاذ مصطفى. ارجيني كيف طريقه الاحتفال انت تبعك؟ خلى تعبر لك اياها رنيم. يلا عبري يا رنيم، شلون نحتفل؟ يلا عبري شو هلا كانت حيويه البنت. يلا انت احتفل، انت ورنيم. يلا ايوه طبعا على الشاشه كله بيستحي، ما في مشكله. ايوه. طيب حنروح للسؤال رقم 9. السؤال رقم 9، يلا وين السؤال؟ اي كلمه من الكلمات التاليه هي من اسماء الذهب؟ عقيق، عسجد، ام كهرمان؟ أي كلمة هي من أسماء الذهب؟ عقيق، عسجد، أو كهرمان؟ كان لازم يحطوا مصطفى بس ما حطوا، يعني كان المفروض ما يحطوا. والجواب الصحيح هو عسجد. مين اللي جاوب صح؟ مين اللي جاوب غلط؟ لا 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 تكذبي، إني رأيتكما مع عبد العزيز وزكي ومنصور غلط، وفقط مشاري البرشلوني